نشرت الولايات المتحده صورا للمساعدات الموجوده علي رصيفها العسكري قباله قطاع غزه والتقطت الولايات المتحده الصور علي مدار يومي الثاني عشر والثالث عشر من يونيو الجاري وتاتي الصور الجديده في الوقت الذي افاد فيه البنتاغون بان الرصيف قباله غزه قد تمت ازالته مرة اخرى بسبب ظروف جوية مضيفا انه ليس من المنطقي ان يعود حتى يتم نقل المساعدات من منطقة تجميع قريبة الى الناس في غزة وقالت المتحدثه باسم البنتاغون سابرينا سينج قالت ان الجيش سيراقب الظروف الجويه لتحديد متى يجب ان يعود الرصيف لكنها اقرت بان منطقه التنظيم مليئه بالمساعدات المخزنه التي تنتظر توزيعها من قبل الامم المتحده